الشاهين وباب الأخصم ولعنا وباب الأخصم ولعنا موجودة في مدينة طنجة كنشارك مع هذه المظاهرة لأنه عينا تعبنا من الكذوب يوميا الناس كتموت يوميا مظاهرات في العالم كامل عنده الحق الظاهر اللي ما فهمناش أنه علاش ما كانش شي دولة ولا شي بلاد ولا أي واحد قدر يعمل شي حاجة. شوفوا شنو واقع، شوفوا شنو كاين وشنو الفرق بين الحرب الروسية الأوكرانية وبين المصيبة الكبيرة اللي وقع في غزة. الناس كتموت يوميا، أرواح الناس كتموت يوميا. مستحيل يكون هذه حاجة طبيعية، مستحيل. العالم 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 كيشكي، العالم تقلب، العالم تبدل. فهمنا شنو كاين، فهمنا ان احنا يا هما عندناش الحق والو في اي حاجه. المسلمين كيموتوا يوميا وما كاينش شي دوله مسلمه، ما كاينش شي دوله قدرت تعلي غير الصوت ديالها ولا تدخل شي حاجه ممكنه. هذه هي هذا هو المصيبه الاعظم. فانا كساهم، انا ماشي بطنجة، انا ماشي من المغرب، وجيت اليوم وعندي الزهر انني حضرت. انا عملت بزاف ديال المظاهرات في اوروبا واليوم الزهر عندي انني حضرت معكم اليوم. وكنتمنى من الله، كنتمنى من الله يعاونهم، وربي غيتهم، ربي غيتهم، يغيتهم. ما عندنا شي مهم، حنا ما كنعملوش السياسه، كنتمنى غير ربي يغيتهم. 1 2 3 5 5 1 2 3 5 5 1. خرجنا في هذه المسيرة في هذا اليوم اللي كيصادف ذكرى النكبة، ذكرى الشعم، ذكرى اللي بقات راسخة في الأذهان خوتنا الفلسطينيين وفي أذهان العالم العربي والإسلامي. خرجنا كنقولوا نحن قلبا وقالبا مع خوتنا في فلسطين. خرجنا كنقولوا يسقط التطبيع، يسقط التطبيع، وخاب وخسر المطبعون. خرجنا كناديو لأن كاينة حملة عالمية، والحمد لله كنا السباقين إليها، حملة مقاطعة المشاهير الذين لم يصطفوا مع القضية الفلسطينية. نداء لكل المغاربة، رجاء قاطعوا من لم يهزم بقضية فلسطين، من لم يهزم بهذه المجازر وهذه الأشلاء. كما نحث على المقاطعة ديال المنتوجات الصهيونية، لا نريد مقاطعة بل نريد الاستغناء الكلي، لأن العدو الصهيوني شريانه هو اقتصاده، شريانه هو اقتصاده. قاطعوا المنتوجات الصهيونية وكذلك قاطعوا المشاهير وهاد الناس اللي كينشروا التفاهة، بلوكيوهم وخرجوا من الصفحات ديالهم. أي واحد ما تطرقش للقضية الفلسطينية وهاد الإبادة اللي حصل على خوتنا فيجب مقاطعته. وهذه حملة عالمية، نحن مع المقاومة، مع رجال الله، حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه في أرضه وفي حريته. عاشت المقاومة، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. هذه مسيرة شعبية طنجاوية تنظمها المبادرة المغربية للدعم والنصرة بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية. اليوم طنجاوة خرجوا كاملين الحمد لله في مسيرتين بالمناسبة، كاين مسيرة هنا ومسيرة أخرى منظمة من طرف أخرى من أجل التعبير عن مواقفهم الثابتة والدائمة بأن القضية الفلسطينية هي في جوهر اهتمامات أبناء مدينة طنجة. وأبناء مدينة طنجة أثبتوا للمغرب وللعالم بأنهم كانوا في اللحظة التاريخية، كانوا في لحظة يعني واقفين في هذه اللحظة، واقفين ثابتين داعمين لإخوانهم في غزة في هذه المعركة الفاصلة والفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية. لن تكون هنالك نكبة بعد الطوفان،
ولن يكون هنالك تطبيع مع العدوان. هذا هو شعار هذه المسيرة، لا نكبة بعد الطوفان ولا تطبيع مع العدوان. الطنجاوة يصرخون بكل قوة بأنهم مع غزة، مع مقاومتها، مع كتائبها وفصائلها، وضد الجرائم الصهيونية الهمجية، وكذلك ضد التطبيع. وسنستمر إن شاء الله على هذا المنوال حتى يتحقق النصر الكبير إن شاء الله بتحرير فلسطين.